السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدي شاشة المجد ومتابعي برنامج أخباركم في حلقة جديدة ورصد إخباري متنوع ننقله لكم من مواقع التواصل الاجتماعي. إذن حياكم الله مشاهدينا من استديوهاتنا في الشبكة من الرياض، حياكم الله. ونبدأ الحلقة بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يعتمد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية. تمهيداً لإحالتهم للتقاعد، التعليم تحصر موظفيها ممن تجاوزوا 60 عاماً. مشروع جدة داون تاون يضع المدينة السياحية ضمن أفضل مدينة بالعالم. مواطن يحول منزله إلى مضيف لعابر الطريق في حائل. الشجر والبشر ارتباط حيوي على مر الزمان. أهلا بكم من جديد. من العناوين مباشرة ننطلق إلى التفاصيل. اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أمس الثلاثاء تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء. وجاء الأمر السامي بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك ورفع توصياتها خلال 30 يوما من تاريخه. وتضمن الأمر السامي بأن يكون التنفيذ اعتبارا من 10 من شهر شوال المقبل من عام 1439 للهجرة وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. هذا وقد جاء الأمر السامي بحسب ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة، حيث أوضحوا أن الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة. ورأت هيئة كبار العلماء بأنه لا يوجد مانعا من السماح للمرأة بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه. إذن من هذا الخبر متابعينا إلى خبر متعلق بوزارة التعليم نتابع. وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها بحصر الموظفين والموظفات ممن بلغوا السن النظامية 60 سنة تمهيداً لإحالتهم للتقاعد. وأوضحت إدارة تعليم عنيزة أنها توجهت بخطابات لجميع الإدارات والأقسام والمدارس من البنين والبنات بحصر جميع أسماء الموظفين والموظفات من وظائف تعليمية وإدارية ومستخدمين بند الأجور. كذلك شدد التعميم على أهمية الاطلاع شخصياً على أصل بطاقة كل فرد من منسوب إدارات التعليم، حيث يكون من مواليد عام 1379 للهجرة، وتحري الدقة في ذلك. وطالب التعميم من الموظفين والموظفات من الوظائف الإدارية والتعليمية ومستخدمين بتزويد الإدارة بنموذج إقرار ونموذج تحويل راتب من البنك وإخلاء طرف من بنك التسليف والادخار وصندوق التنمية. من خبر وزارة التعليم إلى خبر يتعلق بجدة ومشروع سياحي جديد نتابع. أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية وفريدة لتصبح جدة داون تاون الجديدة. يهدف مشروع جدة داون تاون الجديدة إلى تهيئة بيئة جاذبة ومتميزة تسهم في تطوير مدينة جدة ودعم طموحاتها لتصبح ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.
وتقدر إجمالي مسطحات البناء في المشروع بأكثر من 5 ملايين متر مربع، تتسع لأكثر من 58,000 نسمة. ويتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة الاستثمار بالمشروع حوالي 18 مليار ريال على مدى 10 سنوات، وأن يسهم في إيجاد أكثر من 36,000 فرصة عمل. يذكر أنه يجري حاليا التخطيط لوضع حجر الأساس للمشروع خلال الربع الأول للعام 2019 للميلاد، ومن المزمع افتتاح المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام 2022 للميلاد. عبد الحكيم، من هذا الخبر إلى الخبر الآخر. سجل مواطن من أبناء منطقة حائل 4 أمثلة الكرم بعد أن قام بتحويل منزله لمضافة تستقبل عابري الطريق في المنطقة منذ سنوات. المواطن عواد خضير الهزيم صاحب الفكرة صرح خلال لقاء تلفزيوني أنه يسكن في هذا المكان منذ نحو 15 سنة، وبعد أن رأى عابر الطريق وما يتعرضون له من مشاق خطرت على باله فكرة المضيف بجوار المنزل. وأضاف أن المضيف لاقى إقبالا كثيفا من عابري السبيل، الأمر الذي دفعه لتطويره وتوسيعه، مشيرا إلى أن المضيف أكسبه علاقة اجتماعية واسعة على مستوى المملكة ومستوى الخليج. وللحديث عن هذا المشروع ينضم إلينا عبر الهاتف المواطن عواد خضير الهزيم صاحب فكرة المضيف. حياك الله عواد. حياك الله، يا مرحبا. يا هلا بك. قبل شوي كنا نتحدث عن هذه الفكرة وأنها كانت نابعة من حسك بأن المسافرين يعانون من مشاق عديدة. خليني أبدأ معك، كيف كانت ردة فعل المسافرين الذين استضفتهم من خلال هذا المضيف؟ الحمد لله رب العالمين. عود معنا، تفضل. أيوة معك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. كانت فكرة المضيف زي ما تفضلتوا بداية البرنامج أنه كان من 15 سنة. الميزة اللي أثبتت اللي ميزتنا بالموقع أنه كنا بعيدين عن المباني السكنية، يعني يبعد شمال حائل 50 كيلو على الطريق الرئيسي. ممتاز. موضوع الكرم طبع يعني لا يتميز به أهل الحالي، أهل حائل كله يعتبرون متميزين بلا قصور بالمناطق الأخرى، ولكن طبيعة المكان أكسبتنا هذه الميزة، أكسبتنا هذه شو اسمه المكان الذي صار مراد للمسافرين، لأنه على طريق رئيسي. الطريق هذا كان يربط البطحة بالقريات زي ما تفضلت تقرير سابق قبل عبور الطريق الجوف. تمام. فكانوا المسافرين يجي لي مطبوع بنزين، المسافر اللي يجي متعطلة سيارة، تعودت على هذا وحطيت لهم مكان مضيف بيت شعر، وبعدين حولته للمضيف هذا. أكسبنا علاقات ومعارف، وكانوا ما يصدقون يعني أنه المكان هذا أنه مفتوح 24 ساعة وأنه مضافة مجانية. تمام. إضافة أنه جينا جانب يعني عابرين الطريق من الطرائف انهم اذا بغى يطلع يقول ابي حاسب كم الحساب. طيب استاذ عواد، يعني الفكره هذه ما شاء الله تبارك الله يمكن وجدت تفاعل كبير وايضا رواج حتى في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لكن سؤالي هل مثلا ترى تعميم هذه الفكره في يعني مختلف مناطق المملكه؟ والله مختلف التعميمه هذه موجوده هي. نعم. أنا أتوقع أنها موجودة مناطق المملكة كلها، ولكن نعم أنا يميز هالحاجة هذه وجود المكان، أين يقع المكان؟ نعم. وجود صح. المكان على طريق رئيسي له ميزة إنه ينفرد بها الإنسان، وإن شاء الله إن جميع المملكة فيها كرم وفيها خير وفيها بركة. أكيد. ولكن نتمنى إن شاء الله من شباب المستقبل، الشباب اللي طالع، انه يحذو حذو ابائهم واجدادهم، لان تربينا على الحاجه. صحيح. الاباء والاجداد. صحيح. عواد خضير الهزيم، شكرا جزيلا لك على كرمك وعلى كذلك ضيافتك للمسافرين وحبك للخير. من خلال هذه المداخله اوضحت العديد من المعلومات حول هذا المضيف، شكرا جزيلا لك. خلونا مشاهدينا ننتقل وياكم الى خبر اخر.
مشاريع ضخمة تناولتها الخطط وتحدثت بها الاستراتيجيات، تعنونت بكيفية الحفاظ على المساحات الخضراء داخل المناطق السكنية وخارج حدود البيوت والمزارع الخاصة. العشرات من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة عبروا عن أمنياتهم في أن تتحول العاصمة الرياض إلى مدينة خضراء تلفها الأشجار خاصة، وأن بها العديد من الأودية التي تجري دون توقف. في التقرير التالي الذي أعده الزملاء في البرنامج، الأخوة الزملاء معنا اليوم في البرنامج، معنا تقرير إن شاء الله راح يتحدث عن التشجير داخل المملكة، ويعني سبب بأنه يكون فعلا إيجابي حتى على المواطنين من خلال ما يشاهدونه. من عبد الحكيم، يمكن في الفترة الأخيرة الماضية وجدنا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الحملات اللي دعت للتشجير ومحاربة التصحر. صحيح. في الفئة الأخرى أو في يعني في نظم الحسابات الأخرى وجدوا أيضا يعني حتى الدعم من هذه المبادرات الجميلة. بالفعل. الكثير من التفاصيل نستعرضها لكم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير التالي. الشجرة المثمرة تهفو إليها النفوس وتتطلع إليها الأنظار وتتساقط عليها الأحجار، إنها البهجة متمثلة في أوراق خضراء تنشر الظل وتحوي الطيور. وعلى مر العصور والأزمان ارتبط الإدراك الحسي للإنسان بالهدوء والطمأنينة والراحة دون وعي منه عند معايشة الأشجار، حتى أثبتت أحد الدراسات الطبية أن المرضى الذين تجرى لهم عمليات في المستشفيات يظهرون بوادر التعافي بسرعة أكبر إذا كانت شرفتهم تطل على منظر أشجار. وهنا يتأكد الترابط بين البشر والشجر. العاصمة الرياض تعد أذكى مدينة في العالم من حيث سرعة النمو، حيث نمت خلال العشر السنوات الماضية بشكل متسارع حتى أضحت من أكبر عواصم العالم وأكثرها مراعاة للشروط البيئية والاشتراطات العمرانية الحديثة. إلا أن تقريرا دوليا صدر حديثا من مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد بأن ظاهرة التصحر تهدد 110 دول من دول العالم، ستؤدي بدورها إلى تضرر حوالي 250 مليون نسمة وخسائر تقدر بنحو 42 مليار دولار سنويا. هذه المخاطر الضخمة أعادت إلى السطح مرة أخرى ضرورة التأكيد على زيادة المساحات الخضراء داخل المناطق السكنية، بالإضافة إلى ضرورة وجود حزام أخضر حول المدن خاصة تلك التي تتعرض لموجات من أتربة الصحراء. تمتلك الأشجار قدرة على التحكم في المناخ الذي نعيش فيه بجعل الجو معتدلا وزيادة جودة الهواء والحفاظ على الماء وإيواء الحياة البرية، وهذا ما دفع الصين لأن تلزم كل فرد بزراعة 3 شجرات كل عام، حتى وصلت أعداد الأشجار بها إلى أكثر من 65 مليار شجرة خلال العقد الماضي. وأسمته سور الصين الأخضر لوقف زحف الصحارى السريع ومكافحة التغير المناخي. وفي المملكة كانت هناك خطة قبل عام من الآن تهدف لزراعة 100 مليون شجرة في 10 سنوات بمعدل 10 ملايين شجرة في كل عام ابتداء من عام 2020. فهل نشهد من خلال هذا تحقيق التطور في السنوات القليلة القادمة؟ إذن مشاهدينا، بعد هذا التقرير انضم إلينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع مدير عام الحدائق والخدمات الاجتماعية بأمانة منطقة الرياض المهندس إبراهيم الهومل. مساك الله بالخير سعادة المهندس. يا مرحبا، مساك الله بالنور، حياكم الله. نرحب فيك في برنامج أخباركم. بداية، يعني الأشجار الكبيرة الموجودة يعني في مختلف مناطق الرياض استبدلت بأخرى من أشجار الزينة الصغيرة، ما سبب ذلك؟ هل هي فعلا استبدلت ولا في كثير يعني من الصور، يعني كثير من الصور رصدها لنا فريق برنامج اخباركم وموجوده معانا، يعني في بعض المناطق كان فيها اشجار كبيره يعني تحولت الى اشجار زينه صغيره، او انها مثلا يعني ما يسمى بقصقصه الشجره من تقزيم واخرى، هل في سبب لذلك مثلا؟ الحقيقة طبعا الشجرة ما مثل ما ذكر في التقرير قبل قليل وكذلك مثل ما هو معروف لدى الجميع أن الشجرة لها فوائد كبيرة، ومن ضمنها الظل، زيادة نسبة الأكسجين وغيره. الآن في مدينة الرياض يمكن إذا لاحظتوا البرامج التي أقامتها الأمانة في الفترة الأخيرة، وهي أن هناك العديد من أشجار القص الموجودة في مدينة الرياض التي تقص بشكل مستمر، لكن
أطلقت الأمانة برنامج إطلاق الأشجار، حتى لو كانت شجرة قص فهي أطلقت. فالكلام هذا تقريبا من أكثر من ثلاثة أشهر الآن أطلقت الأشجار، يمكن ترونها الآن في عدد كبير من الشوارع، أخذت حجم أكبر. أما بالنسبة للأشجار تفضلت فيها أن فيه هناك بعض الأشجار وزيلت أو بعض المواقع فعلا نعم. كانت في السابق هناك أشجار كبيرة وبعض المزروعات وزيلت. فكما تعلمون التمدد الموجود في العاصمة، وأيضا هناك مشاريع ضخمة تقام في مدينة الرياض بغض النظر عن أين هذه المشاريع أو في أي منطقة، لكن هناك مشاريع للأسف تحتاج إلى إزالة هذه الأشجار أو تزال من خلالها عدد كبير من الأشجار، قد يؤثر هذا على المدينة. لكن لدى الأمانة الآن والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برنامج بيئي ضخم لإقامة مثل هذه الأشياء والإكثار من هذه الأشجار، وكذلك الإكثار من زراعتها سواء كان في الشوارع الداخلية أو حول المساجد أو المستوصفات أو المدارس وأيضا حول المنازل. وما تقدم الآن لدينا أيضا حملة توعية كاملة وسترى النور إن شاء الله قريبا، وحملة أيضا زراعية ضخمة سيكون لها إن شاء الله أثر واسع وكبير بإذن الله قريبا إن شاء الله سنعلن عنها، إضافة إلى ما تقوم به أيضا وزارة الزراعة من أعمال زراعة الحزام الأخضر حول المدينة والأودية. كذلك اتجهت الأمانة إلى زراعة عدد كبير من الأودية والشعاب، وهيئة تطوير مدينة الرياض من ضمنها شعيب بنبان ووادي نمار ووادي حنيفة، العديد من المواقع التي ازدهرت أيضا وكثرت فيها الأشجار حاليا. لكن مع التوسع فعلا أنا معكم أنه يحتاج إلى زيادة وتيرة هذه الأشجار وزيادة صحيح. ضخ تشجيرها والعناية بهذه الشجرة لأنها تعكس مدى حضارة المدينة بالإضافة أكيد إلى فوائدها البيئية الكبيرة. طيب مهندس إبراهيم، هل نستطيع القول بأن الرياض ستعود بخضرتها الجميلة من خلال مثلا خطة زمنية محددة سنوات معينة؟ الحقيقة كما تعلمون الآن يمكن شاهدت التطوير في بعض الشوارع، هناك عدد كبير من الشوارع الآن بدأ يطور، أول الميادين كذلك تمام. في السنوات الأخيرة بدأت يمكن رأيت ميدان القاهرة، ميدان العروبة، ميدان طريق الملك خالد، وأيضا طريق الملك سلمان والتشجير الأخير الذي عمل في طريق الملك سلمان، العديد من الشوارع الدائرية والطرق الداخلية. أيضا هناك لدينا برنامج زراعة الأشجار المحلية، هناك عدد كبير من الشوارع ستزرع أيضا في بداية 10 أكتوبر إن شاء الله عندنا لدينا حملة لزراعة الأشجار فيها. لكن كما تعلمون هناك مصاعب تواجه هذا التشجير في مدينة الرياض. صحيح سعادة المهندس إبراهيم الهويمل، احنا نشكركم على جهودكم، ونحن نتمنى أكثر أيضا يعني من وجود مشاريع تشجير وحملات أيضا ودعم هذه المبادرات الموجودة في مختلف المناطق. شكرا جزيلا لك سعادة المهندس. مشاهدينا الكرام إلى مشاركات الجمهور. نبدأ متابعينا بأول مشاركة معنا لمواطن يوثق قائد مركبة لتوصيل الطالبات يقود بسرعة تجاوزت 170 كيلومتر على طريق حوطة بني تميم الخرج. نتابع. اليوم 7/1439 في طريقي من الحوطة للخرج. أنا أمشي الآن 160 وماني لاحق سيارة أبو عمر لنقل الطالبات من الحوطة للخرج. إلى هذا الحد رخيصة أنفس الطالبات، وهالآدميين في سواق لا يعرف بقيمة الإنسان ولا الحفاظ عليه أي شيء. نسأل الله العافية. الآن أحاول أني ألحقه الآن في هذا الصباح وهو مدوي، نسأل الله السلامة، الله يحفظ. إلى هذا الحد رخيصة أنفس. مشاهدينا الكرام الآن نستعرض معكم أبرز وأهم الأخبار المتداولة على خلال 24 ساعة الماضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد معكم. الأرصاد، رياح مغبرة تتبعها سحب ممطرة على مكة والمدينة وعسير ونجران والباحة. وزير المالية، الطرح العام الأولي لأرامكو سيبدأ العام المقبل. كأول امرأة سعودية تعيين فاطمة سالم باعش متحدثة باسم سفارة المملكة في واشنطن.
الموارد البشرية بالتعليم تصدر قرار تعيين 4344 خريجة. التخصصات الصحية تقر إلزامية اختبار مزاولة مهنة الصيدلة. الإسكان تبدأ إجراءات المعاينة والحجز ل 121 منتجا سكنيا بالأفلاج. أمير الرياض يرعى حملة التوفير والادخار في المنطقة ومحافظاتها. هيئة الغذاء والدواء تغلق مصنعا للمياه في الرياض لمخالفته الاشتراطات الصحية والفنية. بلدية غرب الطائف تزيل أحواشا وغرفا سكنية مقامة على 4000 متر مربع من الأراضي الحكومية. مقيم سوداني يعثر على مصوغات ذهبية وألماس بقيمة ربع مليون ويسلمها لصاحبها بخميس مشيط. إذا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذه الليلة، شكرا لك عبد الحكيم. شكرا لك خالد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. موعدنا معكم غدا الخميس في ختام الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.